استاذ انيس، بس معلش عشان الشيخ تامر معانا، يعني هل من قبيل حريه الراي يعني ان حضرتك تقول الواحد ان الدين عند الله الاسلام، وبان حضرتك القران الكريم بيقول كده يبقى حضرتك كافر، وبالتالي وحضرتك عارف ان مفهوم الكفر في المجتمع لا يعني عدم الايمان ولكن يعني اباحه اراقه الدماء؟ انا بس عشان يبقى الكلام واضح. ولذلك انا احمل الاعلام المسؤوليه رقم واحد، وهو الاتجاه في عكس مصلحه هذا البلد. هذا الكلام لا ينبغي اطلاقا ان يثار على شاشات التلفزيون. هو الاعلام اللي فاهم الشيخ سالم عبد الجليل كده والشيخ عبد الله رشدي ان هو ده القران؟ انا اسف يا فندم، لازم يكون في ميثاق مهني موجود يلتزم به كل من يخرج على الاعلام من اي مؤسسه من المؤسسات. هذه الامور تبحث في مجال ده. دول المستنيرين يا شيخ تامر؟ نعم يا فندم. ده دول المستنيرين يعني الشيخ سالم عبد الجليل ده كان بيتقال عليه مستنير؟ يا فندم، في فرق كبير جدا زي ما حضرتك بتقولي. المصطلح الأكاديمي غير المصطلح الاجتماعي. يعني في مصطلح فقهي هو مصطلح الذمة، هذا المصطلح تطور الآن أصبح مصطلح المواطنة. هذا المصطلح لما إحنا نشيع في المجتمع هذا المصطلح على الإعلام ونردده، المجتمع هياخد من هذا المصطلح ما يبني به أفكار تكفيرية، صح؟ لأنه مبقاش موجود، ده من كتب التراث. هذا المصطلح لما الإمام الأكبر قال الأقباط هم أهل كتاب، مفيش حاجة هم اسمها أهل كتاب. بالضبط. وربنا سبحانه وتعالى اللي تكلم في القرآن الكريم في دائرة العقيدة وبين الفرق ما بين العقيدة دي والعقيدة دي، لم ينادي على المسيحيين ولا اليهود أبدا بيا أيها الكفار، وإنما ناداهم دائما قل يا أهل الكتاب. طب، فهم أهل كتاب. إضافة إلى ذلك، الإسلام والقرآن الكريم أدخل دائرة أخرى وهي دائرة المعاملة، فجعل الحرية في دائرة والكلام فيها كلام في دائرة مغلقة وانتهينا، الفرق بيني وبينه وانتهينا. لكن فيما بعد ذلك، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، دي المعاملة ما بيني وما بينه، وطعامكم حل لهم، يعني تبادلات ما بينك وما بينه، والمحصنات من الذين اوتوا يعني الكتاب. يعني فندم شيخ تامر، يعني شيخ الازهر تطور ايضا الى مفاهيم ابعد، وهو الاصل هو المواطنه. بالضبط، الاصل هو المواطنه، نحن نعيش في هذا الوطن نتمتع وليس من حقي ان انا اقول لحضرتك ان عقيدتك المسلمه فيها كذا او عقيدتك، ليس من حقي، هذا ليس لا يعد هذا تفسير ولا ابداء لحريه الراي. ازيد من هذا ما فعله فضيله الامام، وهو بين العوار في المصطلح المستخدم كثيرا في الاعلام، ومصطلح الاقليات، وقال إن هذا المصطلح ليس مصطلحا أزهريا ولم ينتجه علماء الأزهر، وإنما هناك مصطلح آخر هو مصطلح المواطنة. والمؤتمرين اللي اتعملوا استدعى فيهم فضيلة الحرية الإمام والمواطنة. الحرية والمواطنة، السلام والمواطنة، استدعى فيهم أكبر رموز الديانات في مختلف البلدان في العالم. لديه خطاب مستنير، لكن هؤلاء لا الدماغ ولا الفكر ولا ده موجود عندهم. يعني حينما يظهر ويقول ده يقوله على الهواء. شوف يا فندم، هقول لحضرتك، إذا كان هناك أسلوب من الأساليب يستخدم لاستدراج أحد المشايخ أو أحد المتحدثين، في النهاية الذي سيدفع الثمن هو الوطن، وإحنا ما عندناش رفاهية. أنا مش مشكلتي في استدراج يا شيخ تامر، ده أنا مختلفة، أنا مشكلتي في هو مخه إيه، فاهم إيه، دي مشكلتي بصراحة. انا اكلمك بامانه، انا يعني انا ما بدافعش عن حد شخصيا، ولكن احيانا ممكن الانسان يخون التعبير فيخرج بالمصطلح الاكاديمي على الناس البسيطه، الناس هتناقش مع يعني معاك في ده عشان نشتبك شويه، لان طيب، لازم نتكلم بصراحه، ودكتور عماد واستاذ انيسه واستاذ محمد ممكن نشترك في